إطار البرنامج الذي أقره وزير رئيس الجمهورية على مستوى الوطني بإنجاز 350 مركز تجميع الحبوب على مستوى الوطن و10 صوامع على مستوى الوطني، استفادت ولاية تبرت من 3 مراكز لتجميع الحبوب. هذه 3 مراكز بطاقة إجمالية ب 15,000 طن. العملية هذه جاءت أو ترمي إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي وتحسين الأمن الغذائي على مستوى الوطن بصفة عامة،